هند خطفتي الاطلالات من رانيا يوسف، يعني احنا متعودين في اي مهرجان بتظهر رانيا يوسف بتعمل لنا انقلاب على الريد كاربت، انت خلاص اخدتي منها الموضوع ده؟ لا والله رانيا يوسف حبيبتي وطول عمرها شيك وطول عمرها جميله وانا بحبها، ربنا يخليك ليا، ميرسي يا حبيبه قلبي. لا طبعا انا رانيا نجمه كبيره وزميله فاضله من سنين، يعني عشره عمر، فانا بحبها جدا وهي طبعا موجوده على طول. لا انا ما خطفتش حاجه والله، كل واحد فينا ليه طعم وكل واحد فينا ليه شكل مختلف يعني، وانا بزهر بطله يعني اكيد مختلف وهي طبعا بطله برضو مختلفه، فكل واحد فينا ليه طعم يعني مختلف عن التاني. قولي لي بقى فكرتي فيها امتى وعملتها امتى؟ والله يعني فكرت فيها طبعا اول ما دعيت لمهرجان وشوشه، طبعا بشكر طبعا رئيس مهرجان صديقي العزيز الاعلامي الكبير زي احمد الهواري، ميرسي على دعوتك ليا. حبيت اعمل حاجه جديده، فكره جديده وفكره ترمز للسلام، يعني مصر وفلسطين، على مصر وفلسطين مع بعض وحمام السلام طبعا. بنقول للعالم كله مصر تنادي بالسلام، طول عمر مصر دايما تبادر بالسلام وتنادي بالسلام، فده الفكرة الأساسية للدريس. طبعا لما فكرت طبعا عرضت الفكرة على فاشون ديزاينر مولر، بصراحة تاني مرة ألبس من تصميمه يعني، فقعدنا بقى أنا وهو نظبط شوية حاجات، طب نعمل كذا نعمل كذا لغاية ما نوصل للفاينل بتاع الدريس. طبعا الميك اب حنان أحمد، شعر سيد عزت، أنا عاملة لوك مصري، حتى الميك اب بسيط خفيف، فأنا عاملة مصر يعني بتنادي دايما بالسلام. هند متوقعه ردود فعل الجمهور على اطلالتك هتبقى ايه على السوشيال ميديا؟ والله انا عامله حاجه حلوه، انا اتمنى ان يعني يعجب الناس، لان انا عامله حاجه حلوه، حاجه مصريه، وعلم مصر ده فخر لينا كلنا، وطبعا كل مصر الفتره اللي فاتت ودلوقتي كمان بتنادي بالسلام لفلسطين ووقف الحرب والحاجات دي، فاعتقد الناس ممكن يعني تتقبل الفكره بشكل لطيف. وانا مش بعمل حاجه والله ضد حد، يعني انا بعمل حاجه ده تعبير عن رايي وعن راي يعني بعض الناس، مش هنقول الناس كلها، بس الناس كلها بتنادي بالسلام فعلا. اتمنى يعجب جمهوري يعني، لغايه ما وصلوا للفكره يعني كذا كذا كذا، فعرفوا يعني، عارفه انت عروستي بس كده. اساسا اخذ منك كام يوم تفصيل يعني؟ 3 ايام بس، 3 ايام يعني من غير نوم يعني، يعني 72 ساعه حاجه كده يعني. تعبت نفسك يعني اللي هو اشكر مولر وفريق العمل محمد وعم صابر وعم صبحي، يعني ربنا يبارك لهم يعني، وامنه بس. بنقول ان هند تبقى ترند المهرجان والسوشيال ميديا بعد الاطلاله دي، مش عارفه والله يعني، انا اتمنى ان الدرس ده يبقى ترند علشان يصل للعالم كله، لان احنا بنحمل السلام.